زعما الا كان ممكن نفطر معاك اليوم وما ديريهاش مني قلت الصوام. السلام عليكم خوت، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في التجربه الاجتماعيه الجديده اللي غادي نختبروا بها الناس ديال مدينه طنجه. واش غادي يضيفوني ولا ما غاديش يضيفوني في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان؟ هادشي هذا اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو هذا. فما عليكم دابا الا عجبتكم فكره ابونا فعلوا زر الجرس، ديروا لايك لا فيديو، تفرجوا دابا الفيديو من الاول حتى الاخر. بيس الله. السلام عليكم. قلت هذاك اختي الله يرحم لك الوالدين. الله الجو زوين عندكم هنايا. انت بنت هنا؟ لا. منين انت؟ علاش كتسول؟ شنو سمعك مزيان كان ممكن تغوتي شي شويه. الله علاش كتسولني؟ واش انت في الطبع ديالك كتغوتي بشويه؟ كتهضري بشويه؟ مولفه كنهضر غير بشويه. تبارك الله، مزيان مزيان الانسان يهضر غير بشويه. لا انا ماشي من هنايا. انا منين؟ انا من مكناس. انا يا براني. انا ماشي من هنا. انت ماشي من هنا يعني برانيين بجوج؟ جوج بينا براني. مزيان. انا لا تقطع بيا الحبله اختي هنايا وما عرفتش فين غادي نفطر وما عنديش فهمتي. ما كان عرفت شي واحد هنايا ودابا الا عاودتك غنعاودك بحال الا بحال شي خرافه بحال شي تابع ويناتك. عاود نسمع. جيت انا واحد الصديق ديالي لهنايا فهمتي لطنجه. جينا لهنايا باش نشبروا شي خدمه. فانا كنهضر الهضره ديالهم فهمتي. انا عزيز عليا نشوف الابتسامه في وجوه الناس. الشماليه زوينه. زوينه وتا الابتسامه في وجوه الناس. واختي جينا لهنايا جينا على اساس باش بجوجنا 50-50 فهمتي. ديك 50-50 يعني مره عليك مره عليا ولا قد قد. جايبين داك التقده ديال الفلوس. هو لالا جينا لهنايا وجينا جلسنا في واحد البلاصه ناكلو. انا كيتصحبت لي داك الشيء رخيص هنا. هو اللي داني ماشي انا. انا عارف داك الشيء غالي هنا في طنجه في الماكله. الا ما كنتيش كتعرف البلايص الا ما كنتيش كتعرف راه داك الشيء غيضربو بحال هذاك البلاصه غاليه. ودخلنا لتمايا هو عزيز عليه داك الشيء البروتوكول فهمتي. انا ما عزيزش عليه داك الشيء البروتوكول. داك الشيء متواضع نمشيو ناكلو في بلاصات ولاد الشعب من الاخر. ايوا دخلنا لتمايا المهم قصينا داك الشيء اللي قسم الله. داك الشيء زويون. هذاك الشيء دابا تنقول لك دابا في الفطور. اييه في الفطور ديال البارح فهمتي. في الفطور كلينا داك الشيء فطرنا. شحال انتما دابا؟ دابا شي 3 ايام دابا. مزيان. شي 3 ايام. فهمتي دابا منين بدا رمضان؟ دابا تقريبا حنا هنا 3 ايام ياك. جينا قبل اصلا فهمتي. ايوا وقال لي غندخلوا نفطروا تما. فاش دخلنا فطرنا فهمتي مولات الخير ها الحريره ها الملاوي ها الشباكيه. المهم ضربنا. هرموجي. انا عارف داك الشيء غادي يكون جاينا غالي. وفاش ضربنا يا اختي داك الشيء هو يقول لنا هذاك 3000 درهم. الله اكبر. شنو درت؟ حتى ريال ما بقى عندنا. داكشي اللي كان عندنا داكشي اللي جايبينه خلصنا حطيناه تما وخرجنا يعني بحال. كليتو في ريستوران غاليه. فوالا هو اللي دخل ليها ماشي انا. هو اللي داني. قلت له يا ودي فلان بلا ما. قال لي لا غير زيد. دخلنا لتما اختي حطينا فلوسنا وخرجنا. هو بقات ليه شي بركه. قلت له خلص عليا زعما غير باش نرجع في حالتي انايا. زعما جينا اصلا نقلبوا على خدمه هنايا. ما بغاش اخي. لقيتو خدمه ولا مشى هو رجع في حالته دابا وخلاني انا محنسر هنا. ربنا خلقته فهمتي اختي. ما كرهتك زعما. الا كان ممكن زعما تقدري تعاونيني بشي حاجه ولا. واش ساكنه بوحدك ولا مع داركم؟ انا ساكنه بوحدك. بوحدك؟ انا ماشي من هنا. انت ماشي من هنا من بلاصه؟ دونك انت ماشي من هنا. وشحال انت هنا في طنجه دابا؟ تقريبا شي 3 سنين ونص. 3 سنين. تبارك الله. راه مده راه غير شهر راه ولات مده دابا. ومرتاحه شحال واصل هنا الكره دابا؟ الحمد لله. شحال كاريه انت؟ على حسب البلاصه اللي عاد كري فيها شحال تما. ما كرهتش اختي ندبر على شي خدمه هنا الا قدرتي تعاونيني نشوفوا غير شي خدمه هنا الا كتعرفي شي واحد ولا احسن حاجه هي تدفع السي في اس للشركات. يجيب لاطيسي ان شاء الله. ان شاء الله. وما كرهتكش اختي عاوتاني زعما الا كان ممكن نفطر معاك اليوم وما ديريهاش مني قلت الصوام. شتي كي جالسه هنا وقيله ما موجوده لا فطور لا. صراحه انا ساكنه بوحدي ولكن ماشي نفطر في الدار ديال عمي حيت هو ساكن. كتفطري في الدار ديال عمك. وتقدريش زعما تخلي لي زعما الدار ديالك نبات فيها سدي عليا بالساروج كاع ودي معاك الساروج حتى تجي الصباح وحلي عليا ما عنديش المشكل. وعلاش ما تمشيش معايا للمصون؟ انا عمي تمشي معايا للدار ديال عمي. ما عنديش المشكل انايا. تفطر معانا وغير هو ربما ختو عاوتاني بقى عليك بديك الهضره. شكون هذا؟ لا وانت جايبه دري ولا؟ لا نقول له صديق ديالي وصافي. الله يرحم لك. شنو الناس مضيافه عادي والله الا كتلقى الخير. اي واحد كيطيح في هذا الموقف عادي. ما عمرك طحتي انت في هذا الموقف؟ انا كنمشي شي بلاصه كيكون عندي فيها العائله في ذاك المدينه. والله الا شتي شغنقول لك. والله حتى بنات الناس والله حتى قلال عادي. دير الخير بقى الخير. كاينه متفقه معاك. الله اختي لاش غنقول لك صوني على عمي واخا صوني علي ماشي مشكل.
وسمحي لي يا اختي. لا هاني ماشي مشكل. الله يرحم لك الوالدين. الله يجزيك. شنو اسمك الله؟ اختي دعاء. متشرفين اختي دعاء، متشرفين. الله يعطيك الخير. اثنين هاد بلاصه. هذا عارف زوين. الله. الو؟ الو عمي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف راهم تعلمين مزيانة؟ الحمد لله. شو انقلت هاد الحاجه وما ردانيش بوجه الله عليا. واحد الدري صديق ديالي جاني ومهم ما لقاش فين يفطر داكشي، ولا كان ممكن يجي يفطر معانا ديك الساعه الى غيباتي، الا بغى يمشي بحالو يمشي. الله يسهل عليك ما ردانيش بوجه. صافو زعما نجيبو. صافو نهضر معاك الى فطر. وقال لك الا بغى حتى يهضر معاك يهضر معاك ماشي مشكل. ماشي مشكل صافي واخا انا نجي. صافي انا نجي وديك الساعه الله يرحم الوالدين. انا بقيت نعيف في الرياض كاسه دابا، المهم واحد نص ساعه ونشوف الطاكسي نجي. والله يحفظك يا عمي، الله يجازيك بخير، الله يكثر من مثالك. صافي والله يعطيك حجه. راك يدعي معاك. الله يعطيك حجه، دعوتي راه مقبوله. يلا الله يفتح لك بيبان الخير. سلم على اسمك. الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليك. شكرا يا عمي. شنو قال لك؟ صافي قال لي ماشي مشكل. ماشي مشكل. سيري يا ربي، فتح ليها بيبان الخير. يا ربي امين. ويسهل عليها. يا ربي امين. خليني نيتك زوينه اختي هكا وحق الله ربي عمرو غيخيبك، اقسم بالله شتي النيه ديالك. دير الخير عاد تلقى الخير. انت ما تتعرفيني، ما تنعرفك، يلاه عرفتيني وبغيتي تعاونيني، واش انت هكا دايره؟ انا هكا دايره، انا ما مولفاش كنثيق في الناس، ولكن انت بنتي لي ولد الناس. الله يرحم الوالدين، يعني وجهي وجه الثقه. وجه الثقه وجه الخير. ان شاء الله مازال. شوف حنا دابا درناها معرفه ياك، مازال ان شاء الله هي ما طلع طويله، مازال غادي تشوفي مني غير الخير ان شاء الله. ولي لا يحاشمنا، لا يحاشمنا. نمشيو دابا صافي. يلا نمشيو، يلا نشبروا الطاكسي من هيك. دابا الطاكسيات نمشيو بلا تما كيقرب المغرب ما كيكونش. يلا زيدي نمشيو هكا ولا هكا؟ لا نمشيو هكا. نمشيو هكا يلا. يلا زيدي. واختي ما قلتي لي السميه. قلتي لي السميه ديالك. تنتلف اختي دعاء، تنتلف. ومع رمضان ماشي غير العطش، شوفي الكشكوشه خرجت ليا من فمي. ربي الله يدير الخير. اختي دعاء باش نجيك الصراحه، دابا انت بغيتي تعاونيني ياك، الله يجازيك بخير والله يرحم لك الوالدين ياك. شوف اختي هذه غيجيست واحد التجربه اجتماعيه شاركتي معنا فيها والبرنامج الواقع المعاش، كنطلبوا فيها الناس كنشوفوا واش غيعاونونا. دونك اختي انت عاونتيني. دابا انا شاركت الكاميرا. ماشي كاميرا كاسي، تجربه اجتماعيه غير كنختبروا الناس كنشوفوا واش غي مازال في قلبهم الرحمه ولا ما اختي. راه هو الدري شاد الكاميرا من تحت واحد الشجره. هذا الشيء هذا غادي يدوز ان شاء الله في يوتيوب وفيسبوك وانستغرام. بغيتي تحطي تحط، ما بغيتيش على خاطرك اختي تحط، ولكن ما يبانش وجهك. ما يبانش وجهك. صافا اختي دعاء الله يرحم لك الوالدين. شكرا.